يسعد اوقاتكم، كيفكم؟ اهلا وسهلا فيكم في مطبخ لبوش. بحب اذكركم بالبدايه لا تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اليوم عامله شويه معجنات، فقلت اشارككم. بدي احشي بالمحمره، فقلت اشارككم طريقتي للمحمره. حاطه هون زيت زيتون وحاطه بصل كبيره، يعني زيت زيتون قد ربع كاسه وبصلة كبيرة. أنا شغلت النار تحتها، راح أتركها لتذبل. هلأ راح أحط بس دبلة البصلة، 3 معالق دبس الفليفلة، أوكي. وراح أحط كمان 3 معالق من دبس البندورة أو رب البندورة. هاي دبس البندورة او توميتو بيست او رب البندورة، تقريبا 3، مش كتير يعني، ملانين ملانين. وبقلب. هاي بعد ما حركتها هون في عندي شطة حسب الرغبة. الشطة 1/2 معلقة كبيرة بابريكا، اوكي. هلا منقلب. هاي 1/2 معلقة صغيرة كمون، 1/2 معلقة صغيرة كزبرة، اوكي. نقلبهم كتير منيح. وهلأ بحط رشة ملح حسب الذوق، وهلأ رشة ملح ومندوق. وعندي 2 حبات بندورة، هاي أول حبة. هلأ بجيب الثانية عم بطحن فيها قاعدة، شايفين ما أحلاها وريحتها بتشهي، طعمتها بتشهي. بتقدروا انتو يعني تضيفوا الاضافات اللي بتحبوها، بتقدروا تضيفوا زيتون مقطع اخضر، بتقدروا تضيفوا جبنة لما بتحشوا يعني العجين، بتقدروا تحطوا جوز كتير طيب معها مكسر، فعلى ذوقكم. هلأ بضيف الحبة الثانية البندورة، وضيفوا قد ما بدكم يعني، بصير تزيدوا اكثر من حبتين، وبصير تحطوا بندورة من غير دبس البندورة مثلا، تتركوها بس تعقد كتير منيح. هاي الحبة الثانية، هاي هيك خلصت. تاركتها انا تطبخ شوي، اوكي، تتقل شوي صغيرة، وبعدين خلص بطفي الغاز. هيك خلصت وصحة وهنا كتير كتير طيبة. تركتها 5 دقايق، هيها عقدت او اتطبخت يعني كتير منيح، شايفين؟ هاي 5 دقايق، انتوا بتشوفوا الوقت المناسب. هلا هي لساتها على الغاز، هلا رح اطفي الغاز.